تحياتي أنا اللي بحط لها اسم. يعني المتزوجون كنا مش عارفين نحط الاسم، وأنا ماشي في العربية لقيت أفيش فيلم اسمه المذنبون، حضرتك ما تفتكروش طبعا، كنت حاجة آية. لا 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 أوكي. كان أخراج الله يرحمه الأستاذ سعيد مرزوق، من أجمل المخرجين اللي كان المذنبون. لقيت فالمذنبون قدامي كده، دخلت في بالي المتزوجون، فرحت رايح إلى الأستاذ حسن عبد السلام، حلوة جميلة جدا. وهكذا أهلا متزوجون مسرحية هتعيش كمان 50 سنة. يا رب هي تعيش بقى. احنا ايه تاني؟ كل اسامنا اهلا يا دكتور، انا اللي مسميها كده كلهم. عندك سواء مفيش مسرحية بتحس انها اعظم من التانية، او ادائك فيها تميز اكتر من التانية؟ لا لا، في طبعا يعني في مسرحيات اللي هي مدياني فرصة انا ان انا ابدع اللي جوايا، يعني اطلع اللي جوايا. وعلى رأسهم لي أنا كانت موسيقى في الحي الشرقي. كنت بستمتع بالمشهد اللي أنا واقف فيه جنب الفنانة صفاء أبو السعود، ولا أولادي ما تعلموش مزيكا، كنت أنا أول واحد أتكلم على الأغاني، عاجبك استهاني مش عارف إيه غنوة كذا، كان فهد بلان لسه طالع مش عارف، أنا فاكر كده مش عارف إيه، وزي الهوى زي الهوى، حد ما العيال خدوا برد، كانت غنوة عبد الحليم شغالة، وكان لسه محمد طه طالع يعني مكسر الدنيا بالمزمار. وطلع بيطلع الراجل ده الصالة كلها لازم سقف. قلت طبعا، قلت لا ازاي خايفين؟ قلت لي ليه؟ قلت في مطر بيطلع معاه مخبرين وراه، 4 مخبرين. فكانت الاحساس بيجيني بروح ضاحك انا. مسرحية الجد الوحيدة، المسرحية الجد الوحيدة جحا يحكم المدينة، هي اصلها سياسية قوي. وكانت مشكلة بقى الحكاية، يعني ما كررتهاش تاني. وتأليف الأستاذ وحيد حامد طبعا. فكان كاتب الحدوتة حلوة قوي، فأنا كان لازم أحط الفرس شوية عشان الناس وكانت أول مسرحية لوحدي من غير جورج. الفكرة عجباني، الراجل طالع من تحت الأرض ولقى الدنيا ملخبطة، ولقى العالم كله عاوز يشتريه ويكسب من وراه فلوس، الفكرة خطيرة. سمعنا ان الفنان عادل امام كان عاوز يعملها فيلم، مش عارف وبعدين اظن افتكر انت عملتها مسرحية. سمعت انا حاجة فساب كده. القصة ما عادل عمل حاجة كده تقريبا، طورها رسالة الى الوالي اظن. عمل حاجة كده عادل. هو يعني الاستاذ وحيد حامد كان كاتب افيه في المسرحية دي، كان بياخد تسقيف من الناس مش اقل من 6-7 دقايق. البهوات في التلفزيون شالوها، الرقابة كان في رقابة بقى فظيعة في التلفزيون. إنما الكلمة فيها ساركازم وإسقاط رهيب، يعني كان في رقاصة بترقص فبينقطوها، مش عارف 100 دينار كويتي من ريال سعودي مش عارف إيه ليبي، عملات مختلفة مختلفة في الحفلة بينقطوا. فأنا جوحة بقولها حلاوتك يا ست فتكات يا كيداهم يا موحدة الأمة العربية. يعني مش في مش بتاعي، بتاع الأستاذ وحيد. البهوات في التلفزيون، نشوف المسرحية تلاقي الحتة دي ليه؟ بس دلوقتي فيش الحاجات دي بقى. طيب قلت إن عادل إمام زعيم الضحك على المسرح، وإنت زعيم الارتجال، محمد صبحي يبقى إيه؟ محمد صبحي قوي، يعني عارفه ايه قوي على الممثل قوي. يعني ايه بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا لا اجرؤ ان انا اعمل هاملت. وكذلك عادل ممكن يعملها، لان عادل من الكوميدي للميلو دراما ما شاء الله، الله اكبر عليه. انا ما اقدرش، انما صبحي بقى في دي فظيع. هاملت، الحاجات اللي التراث العالمي ده يعمله صبحي كويس قوي. طب بالنسبة للضحك والارتجال، وصبحي برضه صبحي عنده واحد طبعا ضحك، بس ضحك مثقف. صبحي ضحكه كلاسيك لذيذ كده، حتى ضحك تقيل. يعني مش اي حد يعني يفهم صبحي، لان صبحي ما شاء الله عنده لياقة جسدية على المسرح. يعني انا تهالي كان بيلعب اكروبات تقريبا ولا حاجة، يعني ممكن ينط يمسك معرفش ايه بتاع. إنما هو مثقف أوي من ناحية المسرحية. يعني اللي عاوز يتعلم مسرح حقيقي يتابع الأستاذ محمد صبحي. طب مين منكم أنتوا التلاتة
ممكن نقول عليه ملك المسرح من وجهة نظرك؟ ثلاث ملوك، ليه لا؟ ثلاث ملوك. في ثلاث ملوك للمسرح.